السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا موضوع محلول فرض الفصل الأول سنة ثالثة متوسط مادة الرياضيات. إذا نبدأ مباشرة في التمرين الأول. التمرين الأول حدد إشارة كل عبارة دون حسابها مع تعليل. صح، قبل أن نبدأ نتفهموا على حاجة، أنه ناقص مع الناقص يعني ناقص في الناقص، تعطينا تعطينا صح. نزيد نكتبوا زائد في الزائد، كي ندير فراغ معناتها في، فكركم في النقطة ولا الفراغ معناتها ضرب، صحيح؟ ناقص في الزائد، زائد في الناقص. شا قلنا دائما نهضروا في الفيديوهات نقولوا بلي يكونوا كيف كيف، يكونوا متفاهمين كي شغل، يعطونا حاجة موجبة. كيف كيف موجبة، ماشي كيف كيف سالبة، ماشي كيف كيف سالبة، كيما هاك. إذا نبداو. حدد إشارة. إذا إشارة أ هي، خلوها هنا ونجو نكتبو هنا، أ يساوي إذا ناقص ستة. ناقص عندنا إشارة ناقصة، أي مضروبة في إشارة سالبة، مضروبة في إشارة موجبة، مضروبة في إشارة سالبة. هنا ناقص في الناقص شيعطينا زائد، زائد في الزائد في الناقص، زائد في الزائد شيعطينا زائد في الناقص، وناقص في الناقص شيعطينا ناقص. إذن إشارة أ هي سالبة. التعليل، هذا هو التعليل، وزيدوا كتبوا لأن إشارة عدد العوامل، يعني عدد العدد اللي مضروبة، عدد العوامل السالبة فرضي. كي يكون السالب فردي يبقى واحد وحده، كيما هذا هنا واحد جوج ثلاثة، هذا مع هذا غدا يروحوا للموجب، بصح هذا يبقى وحده، يعني لازم له سالب وخد آخر باش يرجعه موجب. امبوسيبل، لا صاب موجبين يضرب فيهم كاع يرجعهم سالبين كيفاه. داكا، نروحوا الآن للبي. الآن نحسبوا تحديد إشارة البي. تحديد إشارة البي، البي ماذا يساوي؟ إذا هنا عندنا إشارة موجبة، تنين تنين إشارة تاعها موجبة، مضروبة في إشارة سالبة، مضروبة في إشارة سالبة تاع الرابعة، مضروبة في إشارة موجبة، مضروبة في إشارة سالبة. على هنا انتبهوا، هنا مشي في هذا الزائد. إذا إشارة سالبة زائد إشارة سالبة تعطينا إشارة سالبة، تساوي تحت عندنا إشارة سالبة، ماهمش مضروبين، هادو راهم مجموعين. ناقص سبعة مع ناقص عشرة، ناقص سبعة مع ناقص اتنين تعطينا ناقص عشرة، صحيح؟ ماشي زائد عشرة، موش مضروبين، راهم مجموعين. إذن من الفوق شوفوا شحال عندنا، ناقص شحال عندنا، واحد اثنين ثلاثة، عدد العوامل اللي إشارتها سالبة راهو ثلاثة. كي يكون عدد إشارة عدد عوامل اللي إشارتها سالبة فرضي، النتيجة تكون سالبة، خاطرش نديرو مثال، الزائد يضرب في الناقص يعطينا ناقص، بدل الناقص هذا يضرب في الناقص هذا يعطينا الزائد، بعد الزائد هذا يضرب في الزائد هذا يعطينا زائد، بعد الزائد هذا يضرب في الناقص هذا يعطينا ناقص، النتيجة تكون عندنا ناقصة. هنا عندنا الناقص على الناقص موجب، تعطينا إشارة موجبة. إذا شنقول تحديد إشارة بي؟ إشارة بي موجبة. لماذا؟ التعليل، لأن إشارة كل من البسط والمقام سالبة. إذا سي هي جداء 96 عدد النسبي. ننتقل الآن للسي. سي تساوي جداء عدد في عدد في عدد في عدد في عدد 96 عدد غير معدوم، ما فيهمش الصفر، كون فيهم الصفر كل شيء يروح. من بينها، من بينها 31 عدد سالب. العدد هنا شكم تشوفوا فيه فرضي. اذا نقولوا مباشره لو بغى يكونوا كاع موجبين، موجبين موجبين، يكون واحد برك سلبي سالب، تولي الاشاره سالبه. اذا اشاره العدد سي سالبه. لماذا؟ لان عدد العوامل السالبه فرضي، هو فرضي، وبالتالي السي غدا تكون فرضيه، تكون سالبة عفوا. الآن ننتقل إلى التمرين الموالي.
التمرين الثاني هو المقارنة بين الكسور. إذن المقارنة، نبدأ بالكسرين الأولى. لدينا احنا عندنا هنايا 11 على 81 و 13 على 9، بنقارنوا بيناتهم. شنو لازم نديرو؟ لازم نوحدو باش نطيقو نقارنو بين كسرين. هنا التوحيد راه يبان ساهل لانه 9 باينه فاش نضربوها تولينا 81، نضربوها في 9. اذا 13 على 9 في 9، 13 تاني نضربوها في 9 تساوي تحت عندنا 81. 13 في 9 شحال؟ 117. دروك هذا وحدناه ولاتنا هنا 11 وهنايا 117. اذا بما ان 117 اكبر من 11 فان هذا اكبر من هذا. 13 على 9 اكبر من 11 على 81. شغل كي وحدناه طقنا نقارنوا المقامه كيف كيف، دوك نقارنوا بين البسط والبسط. نزيدوا الكسر الثاني. لدينا صح 207 على 178 و 209 عفوا و7 207 على 177. ان شاء الله لاحظوا هنايا بلي المقامه كيف كيف، 207 207. هنا نحتاجو باش نوحدو؟ لا، نطيقو نعرفو كيكون المقام كيف كيف. المقام ها 81 81، بنقارنو بين ذا الكسر وذا الكسر. شكون اللي قلنا الكبير دا؟ لأنو بسطة كبير، البسط كيكون كبير وغادا ينقسم يعطينا نتيجة كبيرة. هنا العكس، كي المقام راه كيف كيف، البسط راه كيف كيف، اللي مقامه أصغر هو الأكبر، اللي مقامه أصغر هو الأكبر. إذن بما أن للكسرين نفس البسط فإن الكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر، اللي مقامه صغير هو الكبير. فهمتوا؟ غادي يقسموا العدد على عدد قليل وبالتالي النتيجة تكون كبيرة. إذن 207 على 177 راهنا أكبر بقليل طبعا من 207 على 78. الكسر الثالث لدينا 196 على 20 مع 343 على 35. هنا لازمنا توحيد مقامات. العشرين ما كاش فاش نضربوها باش تعطينا 35، ما كاش. شافاش لازم نضربوها؟ نضربوها في 35 و 35 نضربوها في 20، وهذه تاني وهذه تاني نضربوها في 20 وهذه تاني نضربوها في 35. فالعملية غادي تكبر لكن نتحصلوا على النتيجة أكيد. لكن هنا نسيو حاجة بلك تخرج لنا، نضربوا هذا في هذا ونضربوا هذا في هذا ونشوفوا. 196 في 35 تساوي، ونضربوا 343 في 20 ونشوف. تبعوا معايا، 196 في 35 تساوي إذا 6860. هذه سيوها، انتم سيوها، لا ما خرجت لكمش، روحوا وحدو. شفتوا النتيجة كيف كيف؟ كي نضربوا البسط الأول في المقام الثاني نصيبوا نفس النتيجة مع البسط الثاني في المقام الأول، إذا الكسرين متساويين صحيح؟ يعني هذه طريقة سيوها، لا ما خرجت لكمش كيف كيف، روحوا وحدوا المقامات. لكن هنا التوحيد غادا يدي وقت طويل. قلت لكم 20 ضربوها في 35، 196 ضربوها في 35، وتاني هذه 35 ضربوها في 20، 343 نضربوها في 20. علاه؟ باش تحصلوا على مقام موحد، لانه ما كاش فاش 20 ما كاش فاش نضربوها باش تحصلوا على 35. اذا المقارنه 196 على 20 تساوي 3 على 35، وهذا هو التعليل، هذا هو التعليل. نروح الان للسؤال الثالث. اذا قالوا لنا احسب ما يلي موضحا مراحل الحساب. د يساوي 7 ناقص 12 قسمة 12 ناقص 1 زائد 8 في 2. نغلق القوس.
هنا الأولوية من لمن؟ أولوية للعارضتين وللأقواس ومن بعد للقسمة والضرب، صحيح؟ إذا نبدأ هادو راهم بين قوسين نحسبوه، سبعة ناقص 12 شديرو؟ سبعة 12 ناقص تقابلها سبعة تاع الزائد، السبعة تروح مع السبعة، فهمتوا كيفاه؟ السبعة الموجبة تروح مع السبعة السالبة ويبقى الباقي. شوفوا 12 ناقص 7 شحال تساوي؟ 5. إذا ناقص 5 النتيجة. خصني تفهموها ماشي تحفظوها، باللي نطرح العدد الأصغر من العدد الأكبر وأعطي إشارة العدد الأكبر. أنا هذه ما نبغيهاش، نحسها حفاظة، ما خصنيش تحفظوا بلي لازم تطرحوا العدد الأصغر من العدد الأكبر ومن بعدها تعطوا الناتج تعطوا إشارة العدد الأكبر، هذه حفظة. لا 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 لا، تخيلوا 12 سالب مع 7 موجبة، الموجب كي يتلاقى مع السالب يديه ناقص 1 زائد 1 شحال تساوي؟ 0. ناقص 7 زائد 7 0. أما الزائد 7 هذه تلاقات مع الناقص 7 اللي راهي هنا داتها، بقى لنا منها ناقص 5. كيما هكا فهمه، ماشي تحفظوا قسمة. دوك نحفظوا نحسبوا عفوا ما بين العارضتين، بصح ما بين العارضتين كاينه ثاني أولوية وراهي لهذه، تسمى 12 خلوها كيما راهي، نحسبوا ما بين قوسين. فما بين قوسين هادو راهي كاينه أولوية اللي هي هذه ضرب. إذا 8 في 2 هي نحسبوها الأولى، 16 زائد 1 17 بعدها وتساوي إذا ناقص 5 قسمة هنا 7 ناقص 17 نفس الشيء. 12 الموجبة اللي راهي هنايا تتلاقى مع 12 السالبة اللي هنايا تديها والفرق يبقى. إذا 17 ناقص 12 ناقص 5 ناقص 5. دوك ناقص 5 قسمة ناقص 5 ماذا تساوي؟ 5 قسمة 5 ستساوي 1، والناقص قسمة الناقص موجب. إذا د يساوي 1، د يساوي 1. نروحوا الآن للأو. أو يساوي 5 على 7 زائد 3 على 5 قسمة 8 على 5 ناقص 11 على 7. إذا هنا لازم نوحدوا المقامات، نحسبوا ما بين قوسين هو الأول، نوحدوا المقامات تساوي، ركزوا معايا ركزوا غير بشويه، نفتحوا القوس. السبعة والخمسة لازم نديروهم مقام واحد، كاين عدد نضربوه في السبعة يولي لنا خمسة؟ ما كاش. كاين عدد نضربوه في الخمسة يعطينا سبعة؟ ما كاش. إذا لازم الحل باش نتحصلوا على نفس المقام، إنه السبعة نضربوها في الخمسة والخمسة نضربوها في السبعة، هاكا نتحصلوا على نفس المقام. إذا سبعة في خمسة زائد وهذا الخمسة نضربوها في سبعة، شتو؟ أما المقام فكل مقام البسط، كل بسط يتبع المقام تاعه. الخمسة هنا نضربوها في خمسة كيما هذه كيما ضربنا المقام تاعها، والثلاثة تاع الخمسة هذه نضربوها في سبعة كيما ضربنا المقام تاعها. قسمة، نروحوا لعدد الزوج نفس الشيء، خمسة في سبعة على ثمانية في سبعة ناقص سبعة في خمسة 11 تاني في خمسة. نبدأ الحساب دروك، نديرو قوس كبير خاطش صاي المقام ولا واحد، نديرو هنا سبعة في خمسة شحال؟ سبعة في خمسة 35. 35 خمسة في خمسة شحال؟ 25 زائد سبعة في ثلاثة شحال؟ 21 قسمة هنا تاني صار عنا واحد اللي هو 35، تبقى لنا السبعة في ثمانية في سبعة 56 ناقص 11 في الخمسة 55. دروك نقصوا من هذا البسط 35، 25 مع 20 40، 46 قسمة 35 56 ناقص 55 1. كسر قسمة كسر، كسر قسمة كسر، معناتها الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. تفرجوا على الفيديوهات رانا شارحين هذا الأمر، في 35 على 1 اللي هي 35، صحيح؟ إذا 35 هذه تروح مع 35 هذه، الواحد ما كاش تبقى لنا 46. ولا تبغوا تحسبوها حسبوها ثاني، يعني 46 ضربوها في 35 وقسموها على 35 تسبوها 46. إذا او يساوي 46، او يساوي 46.
الان ننتقل للتمرين الثالث والاخير من هذا الموضوع. تامل في الشكل المقابل، صح؟ اثبت ان او بي دي يساوي او ا سي. عرفتوا؟ شوفوا هذا مثلث، او مركز تاع الدائره، وبي والا يعني ما تشملهما الدائره، صح؟ صح. بي دي تساوي دي سي تساوي سي ا، صح. اثبت ان او بي دي، وين راهي او بي دي؟ يعني هذه الزاويه، هذا الرمز تاع الزاويه، هذه الزاويه تساوي او ا سي. او ا سي نثبتوا بلي هذه الزاويتين متساويتين. كما قلت لكم رانا نلاحظوا بلي او هنا هي مركز الدائره. اذا شنو نقولوا؟ اثبات ان او بي دي تساوي او ا سي. لدينا شعنا عندنا الاو بي يساوي الاو ا، او ا يساوي الاو بي، يساوي لما يساوي شعر. هذا مركز الدائره، اذا راهم يساوي في زوج نصف القطر، نصف القطر. او ا هو نصف القطر، او بي هو نصف القطر. اذا المثلث او ا بي متساوي الساقين، متساوي الساقين. المثلث متساوي الساقين زاويتاه هادو متقايستين، صحيح؟ مثلث متساوي الساقين الزاويتان تاع هادو يجو متقايستين. اذا ومنه نرسم اي مثلث، نرسم اي مثلث، بصح بشرط يكون متساوي الساقين. هذا الساق هو يساوي هذا الساق. كي غادي نربطو بيناتهم هذا الزاويه اللي تنتج هنا والزاويه اللي تنتج هنا تكون كيف كيف. علاه؟ على خاطرش راهم البعد على هذه النقطه راهو نفسه. ما كاينش زاويه غادي تخرج هاك وحده غادي تخرج هاك، لا غادي يخرجوا في نفس القيمه. ومنه او بي، عفوا، نعم، او بي دي تساوي او ا سي. السؤال الثاني، برهن ان المثلثين او ا سي او بي دي متقايسين، صح؟ وراه الاو ا سي، او ا سي يعني هذا مثلث، و او بي دي، او بي دي يعني هذا متقايسين، صح؟ شنقول؟ باش المثلثين يتقايسوا لازم كلشي يتقايس فيهم، صح؟ نبداو برهان ان او ا سي و او بي دي متقايسان. لدينا هذا الضلع تاع هذا وهذا الضلع كيف كيف. لدينا او بي يساوي او ا، وكيف تعرفنا؟ باسكو في زوج نصف قطر تاع الدائره، صح؟ اسم هذا راه يساوي هذا، ملاح. و لدينا بي دي يساوي ا سي. شكون اللي قالنا الشكل؟ شكل قلنا كيف هو هذا، انه هذا الخط هذا. ولدينا بي دي يساوي ا سي. اذا هذا وهذا متساويين وهذا وهذا متساويين، يكفي هذا الامر باش يكونوا مثلثين متقايسين؟ لا، لازم تكون الزاويه هذه مع الزاويه هذه متقايسين. ولدينا هذه نديرو هذا او بي دي تقايس الزاويه او ا سي. مثلثان يكون عندهم ضلعين كيف كيف وزاويه اللي تفصل ما بين هذوك الضلعين نفسها مستحيل ما يكونوش متقايسين. ومنه المثلثين متقايسين. استنتج نوع المثلث او سي دي، او سي دي. بقى لنا هذا المثلث، شوفوا هذا المثلثين كيف كيف، صحيح؟ الضلع هذا كيما الضلع هذا، والضلع هذا كيما الضلع هذا، والزاويه كيما الزاويه. واش نستنتجوا؟ بلي حتى الضلع هذا كيما الضلع هذا، وهما مثلثين متقايسين، متقايسين. الا كان هذا الضلع كيما هذا الضلع، اذا او سي دي هو مثلث يعني متقايس متساوي الساقين. اذا المثلث او سي دي هو متقايس الساقين، لأن OC
تساوي او دي. شكون اللي قال بلي او سي تساوي او دي؟ لان المثلث، لان ايضا المثلث وراه او بي دي و او ا سي متساويين او متقايسين، كاع اضلعهم كيف كيف. هاكا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.